ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه رأيك؟ أنا مستنياك من بدري قوي على فكرة. ايه الجو ده وشموع وورد وايه الفستان ده؟ في مناسبة النهاردة ولا ايه؟ حلو. ايه رأيك لو نخلي النهاردة مناسبة رومانسية جديدة؟ تعال. ايه ده يا شيرين اللي انت بتعمليه ده؟ ايه جو المراهقين اللي انت فيه ده؟ احنا مش كبرنا بقى على الكلام ده؟ لا طبعا ما كبرناش ولا حاجة. بص كده، ايه رأيك في دي؟ لا افهم بقى في ايه؟ مفيش حاجة. لا ما اصل النهاردة لا عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا اي نيلة، فايه؟ نيلة؟ شكرا. يا ستي مش قصدي، انا بس عايز افهم. تفهم ايه؟ عادي جايبالك هدية، بحبك يا اخي. كويس. عايزة ايه يا شيرين؟ يعني ايه عايزة ايه؟ مش عايزة حاجة. تبقي عاملة كارثة. ولا عاملة كارثة ولا لازم اكون عملت حاجة؟ واضح يا شيرين انك نسيتي ان انا بشتغل مهندس، يعني مبدأي في الحياة واحد زائد واحد بيساوي اتنين، واي حد بيجيب لحد هدية يبقى عايز منه حاجة او عمل كارثة، يا اما عايزة تداري على خيبة من خيبات عيالك الجديدة فتربيهم احسن بدل جو المراهقين اللي انت معيشانا فيه ده، صح برضو ولا ايه؟ طيب انا لا عايزه حاجه ولا عملت كارثه ولا ولادك ليهم اي دخل باللي بيحصل دلوقتي، وانا مش مقاول من المقاولين اللي انت بتتعامل معاهم عشان تتكلم معايا بالطريقه دي، وانا مش هقبل الهديه دي الا لما افهم فيه. انت عارف ان انا بعت الخاتم اللي بابا الله يرحمه كان جايبه لي، ما كنتش بقلعه من ايدي عشان اجيب لك الهديه دي؟ استغنيت عن اخر ذكرى كان سايبها لي بس علشان اسمع منك كلمه حلوه او حتى شكرا؟ بس واضح ان مفيش فايده. انا بجد مش عارفه انا بعمل معاك ايه.